الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله معانا الباب 20، باتنتا إي دوكومنتي، رخصة القيادة والأوراق والمستندات اللازمة للرخصة. باب اللي معانا النهاردة باب كبير، باب مهم جداً، وفي نفس الوقت باب صعب، بس بإذن الله هنحاول بقدر المستطاع نبسط الفكرة إلى أبسط صورة بحيث تكون مفهومة للجميع. باتنتا إي دوكومنتي، رخصة القيادة والمستندات. نشوف أول حاجة نعرف باتنتا دي جويدا، رخصة القيادة. نتفرج عليها كده ونشوف شكلها ونشوف البيانات اللي موجودة في الرخصة إيه هي. أدي اللي قدام حضراتكم باتنتا دي جويدا، رخصة القيادة. زي ما احنا شايفين عند هنا الرخصة عبارة عن كارتة، زي بالظبط كارتة دي ننتتا البطاقة بتاعتنا. لها وجهين، الوجه الأول بيكون فيه طبعا البياناتك الشخصية، النومي والكونيومي ودادا دي ناشطة وتاريخ البداية وتاريخ النهاية، تاريخ بداية حصول على الترخيص وتاريخ نهاية الترخيص داتا ديسكادوتا، وفي عندي كمان التوقيع بتاعك وطبعا الصورة الشخصية ليك. الوجه الآخر الخلفي فيه طبعا كل أصناف الرخص، طبعا عندي أنواع أو أصناف الرخصة في أنواع كتيرة جدا، ولكن إحنا هنقتصر معرفتنا على 8 أصناف فقط لا غير، الآ إم والآ أونو والآ دو والآ والبي أونو والبي والبي نوفانتا سي والبي إي. دولت بس هم محور تركيزنا النهاردة إن شاء الله في الباب 20. طبعا انت شايف معايا في عند هنا مكتوب في الخلفية في الظهر الباتنت الكوديتش 01، هنشوف دلوقتي بالظبط لما نوصل له يعني ايه الكوديتش 01 وماذا يعني. ادي رخصة القيادة وشكل الوجه الامامي الفرونتي والوجه الخلفي للباتنت، وطبعا في عند هنا الكوديتش 01 او جويدا كون لينت. الاتنين هنشوف بالظبط اخبارهم ايه ومعناهم ايه ومكتوبين هنا في الرخصة او في الظهر بتاع الرخصة ليه، ايه السبب اللي موجود الكوديتش 01 وجويدا كون لينت. هنشوف الكلام ده ان شاء الله مع بعض دلوقتي. ندخل اول حاجة ونشوف مع بعضنا بير جويداري اونا فيكولي موتوري شيفولي لاباتينتا. لازم نعرف كده ان علشان حضرتك تقدر تقود عربة بمحرك لابد من حصولك على باتنتا او على رخصة. ما فيش حد يقدر يسوق عربية من غير لما يكون معاه رخصة. ده نمرة واحد. يبقى كي سونو تانتي كاتاجوروجية دي الباتنتا، يبقى تشي سونو تانتي كاتاجوروجية دي باتنتا، في عندي اصناف كتير من الرخصة. قول انا عندي اصناف حوالي 14 صنف او اكتر من التراخيص، احنا قلنا بس هنتكلم على 8 فيهم. يبقى تشي سونو تانتي كاتيجوريا دي باتنتا اونا بيروني تيب ديل فيكولي كي سي دي في جويداري. كل نوع من انواع التراخيص مخصص لصنف معين من العربيات، ما اقدرش اسوق عربيه بتكون من غير لما تكون العربيه ديت مطابقه للترخيص اللي معايا. يعني معنى ذلك لو انا معايا الاي ام ما اقدرش اسوق بالاي ام العربيات اللي انا اقدر اسوقها بالاي اونو وهكذا. انما لو ما اكون معايا الاي اونو درجه اعلى من الاي ام اقدر اسوق العربيه اللي بتندرج ايه على الكاتيجوريه اللي هي اقل من اللي معايا. لو انا معايا البي اقدر اسوق كل العربيات اللي هي قبل البي، زي البي اونو والاي والاي دو والاي اونو والاي ام وهكذا. إذا الدرجة الأعلى بتديك الحق إنك تسوق الدرجات كلها اللي بتندرج تحتها، والعكس ليس صحيح. يبقى هنا فيتاتو كونتاري أونا أوتو فيكولي سوسترادا بوبليك كواندو نون شي سونو لاباتينتا دي جويدا. يبقى هنا نيشيساري بيركويلا تيب ديل فيكولي. يبقى علشان تسوق عربية ممنوع إنك تركب عربية بمحرك على الطرق العمومية بدون
ما يكون معاك رخصة قيادة، ورخصة القيادة هي بتسمح بقيادة الصنف أو النوع من العربيات اللي أنت راكبه، يعني لازم أن تكون العربية مواصفاتها مطابقة لنوع البتنتة اللي معاك أو الرخصة اللي أنت حصلت عليها. نشوف بقى مع بعضنا حكاية الكوديتش زيرو أونو أو جويدا كون لينتي. إيه معنى الكلام ده؟ كواندو سي ديفانو وزاري ديل أوكيالي دي فيزيتا او لينتي. عايزين نشوف بقى امتى يجب عليك انك تستعمل النظارات او العدسات اللاصقه. يعني هنا اوبليجاتوريو لو انت عامل الامتحان بتاعك او البراتكه بتاعتك مسجل فيها انك معاك نظاره او عدسات، يبقى لازما اثناء القياده تكون لابس النظاره او لابس العدسات. كواندو سولابتنت اسكريتا اوبليجو دي جويدا كون لينتي ابوري سي تشي الكوديتش زيرو اونو. يبقى عندي حالتين اتنين علشان اعرف ان صاحب البتنت دهوت مسجل بالنظارة او مسجل بالعدسات. لما يكون عندك في ظهرية الرخصة مكتوب الكوديتش زيرو اونو، عندي هنا الكوديش زور اونو يعني اوبليجاتوريو في حال توقفك لابد يكون لابس الاوكيالي. يبقى هنا من غير الاوكيالي النظاره ممكن تتعرض لملطه. ايضا عندي الجمله اللي هي مكتوب اوبليج جويدا كون لينتي، ان هنا الاجباريه انك تسوق بالعدسات، يبقى هنا اما الكوديش زيرو اونو او جويدا كون لينتي. دي او ديت معناتها ان الشخص هنا اوبليجاتوريو ان هو لازم يكون ساير العربيه او قائد العربيه يكون لابس النظارات او العدسات اللي هو ممتحن بها. يبقى دورانت لا جويدا سي ديفانو وزاري الاوكيالي دي فيزيتا لينتي كونتاتا سولنيل باتنتا سيتروفانو انديكاتا ديل اوبليجو كوريتش زيرو اونو. يبقى هنا طالما في الكوريتش زيرو اونو في الرخصه بتاعتك او في العباره اللي هي جويدا كولينت، يبقى هنا اوبليجاتوريو لابد يكون معاك النظاره او العدسات اذا تم توقيفك. طبعا هنا من سنه 2013 ديل جنايو دواميلا تريديتش شيسونو لانوفا باتنتا دي اوروبيه. يبقى هنا من سنه 2013 بدات تطلع او تخرج الرخصه الجديده اللي هي البلاستيك ديت. قبل كده قبل 2013 كان الرخصه شكل اخر خلاف الشكل ده، عباره عن ترخيص ورقي، اما دلوقتي عباره عن كارته الكترونيه زي بالظبط الكارته دينتيتا البطاقه الشخصيه اللي هي غير قابله للتزوير. يبقى هنا دي جنايو دواميلا تريديشي شيسونو لانوفا باتينتا دي اوروبيه، باتينتا اوروبيه اللي هي رخصه قياده تقدر تسوق فيها في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي. طيب نشوف بقى مع بعضنا كده، ندخل ونشوف انواع التراخيص اللي هي موجوده عندنا او اللي احنا هناخدها النهارده في الباب ال20 او هي المفروض علينا فقط ان احنا نعرفها. قلنا 8 انواع فقط كاتيجورية دي لاباتينتا، أصناف رخصة القيادة، درجات رخصة القيادة. زي ما احنا شايفين قدام مني الجدول اهوت، عندي الأ إم، الأ أونو، الأ دوا، الأ، البي أونو، البي، البي نوفانتا سي، البي 96، والبي إيه. دولت الثمان أصناف اللي احنا مطلوبين نعرفهم. الكلام سهل وبسيط فيهم، وهنحاول بقدر الإمكان زي ما احنا قلنا في الأول كده نبسط الفكرة علشان نقدر نحل السؤال اللي ممكن يجيلي في الامتحان على الجزئية بتاعت الدوكومنت او الباتنت او الدوكومنت. الدرس ده الناس كلها بتخاف منه والناس كلها مستصعباه، لكن ان شاء الله مع بعضنا كل حاجه هتبقى سهله باذن الله. باتنت ام، نمسك اول نوع معانا باتنت ام، رخصه القياده من الصنف ام. انت في كل رخصه مفروض تعرف معايا هنا شروط الحصول على رخصه ام، وكمان أصناف أو العربية، مواصفات العربية اللي ممكن نركبها بالترخيص أم. يبقى كل نوع من أنواع التراخيص تعرف فيه حاجتين، شروط الكونتينت السواق مطلوب شروطه إيه، مواصفات السائق تكون إيه، ومواصفات العربية تكون إيه بالنسبة للترخيص أم. طيب نشوف مع بعضنا كده الأم أهو، أقدر أسوق بالأم إيه؟
كل باتنت ام كوزا سيبوج وداري اقدر ما العربيات او ما المسموح قيادته بهذا النوع من الترخيص. طبعا هنا انا بقول ان الاي ام ده هي اول درجه من درجات الرخص، يبقى اول درجه بنبدا نحصل عليها هي اي ام، اقل درجه اي ام. تمام، يبقى اقدر اسوق بالاي ام دي ايه؟ تشيكلو موتوري. اول حاجه تقدر تسوق بها تشيكلو موتوري، الدراجه الناريه الخفيفه، ادي تشيكلو موتوري باتنت اي ام. اقدر اسوق ايه؟ تشيكلو موتوري، سواء كان دو روتي، سواء كان تشيكلو موتوري تري روتي، اهو ادي تشيكلو موتوري تري روتي، وادي تشيكلو موتوري دو روتي، ايضا الكوادرو تشيكلي ليجيري. يبقى عندي هنا ثلاث انواع من العربيات ما اقدرش اركب غيرهم. التشيكلو موتوري دو روتي، تشيكلو موتوري تري روتي، كوادرو تشيكلي ليجير. يبقى هنا تشيكلو موتوري دو روتي، تشيكلو موتوري تري روتي. ايه هي مواصفات التشيكلو موتوري؟ انت خدتها في الباب الاولاني. لو رجعنا مع بعضنا اللي احنا خدناه في الباب الاول، بنقول ان تشيكلو موتوري سلندراتا فينا تشيكوانتا سنتيمتر كوبي، ادي سلندراتا فينا كوانتا سنتيمتر كوبي، ده من الشلندراتا بتاعتها. طيب بالنسبة للفولجيتا، كل فولجيتا ماسيما دي كوارانتا تشينجو كيلومتر في الساعة. يبقى عندي هنا مواصفات الشكل الموتوري، الشلندراتا سعة المحرك 50 سنتيمتر كوبي، والسرعة بتاعته ما تزيدش الحد القصوى الأقصى للسرعة 45 كيلو متر في الساعة، والبوتنسة بتاعتها فينا 4 كيلو وات، بوتنسة فينا 4 كيلو وات. أقدر أركب الموتوسيكل اللي هو بالمواصفات ده، هو الأربعة كيلو وات البوتنسة بتاعتها 4 كيلو وات، لما يكون الشكل الموتوري يكون موتوري إلكتريكو. يبقى موتوري إلكتريكو يبقى لازم تكون البوتنسة بتاعتها لغاية 4 كيلو وات. ده بالنسبة للتشيكلو موتوري دو روتا، أو حتى التشيكلو موتوري تري روتا نفس الحكاية، 45 السرعة و50 الشلندراتا. نشوف بقى الكوادرو تشيكلي ليجيري أو الميني كار. الميني كار العربية الصغيرة ده هي تقدر تسوقها بالباتنتينة اللي هي ام. يبقى هنا الكوادرو تشيكلي ليجيري برضو انت خدته في الباب الاولاني، اللي هو يكون ماسة ايفوتا فينا 350 كيلو جرام. يبقى هنا كتلة العربية او وزن العربية الصغيرة دهيت وهي فارغة 350 كيلو، شلندراتا بتاعتها ماسمو تشيكوانتا سنتيمتر كوبي. يبقى تشيكوانتا سنتيمتر كوبي برضه زي تشيكلو موتوري دو روتا او تري روتا، ولافونشتا ايضا فينا كورانتا تشينكو كيلو متر في الساعة، والبوتنسة بتاعته فينا 4 كيلو لما يكون الموتوري الكتريكو. ده بالنسبة لما يكون الموتور الكتريكو او حتى كمان الموتور ديزل، يبقى الكتريكو وديزل، يبقى البوتنسة لغاية 4 كيلو واط. طيب ده بالنسبة لانواع العربيات اللي انت تقدر تركبها بالترخيص اي ام، سهلة وبسيطة هي. نشوف بقى شروط الكونديشنت، شروط القيادة بهذا النوع من السايق من العربيات. العربية دهيت السواق بقى اللي هيركب العربيات دهيت، ايه هي شروطه؟ اول حاجه لابد يكون حضرتك المينيمو كالتور ديتش ان 14 سنه حد ادنى لحصولك على الترخيص اللي هو ايه اي ام. بس ايه خد بالك هنا، كالتور ديتش ان ما سي بوسنو كونتاري الشيكلو موتوري سولو ان ايطاليا. يبقى سولو ان ايطاليا تقدر تركب الحاجات ديت بس داخل ايطاليا وانت عمرك 14 سنه. طيب خارج ايطاليا الاتحاد الاوروبي وضعها ايه؟ ان الكون ستاتو ديوني اوروبيه الكوري افيري سي ديتش ان. يبقى 14 سنه داخل ايطاليا، خارج ايطاليا الاتحاد الاوروبي لابد يكون سنك 16 سنه عشان تقدر تسوق التشيكلو موتوري دو روتا او التشيكلو موتوري تري روتا او الكواترو تشيكلي ليجيري. طيب هل ممكن اركب معايا ركاب باساجيري؟ نون سي بوسونو تراسبورتاري باساجيري فينا اكواندو الكونديشنت ديتش 8 ان. يبقى هنا حضرتك هتركب لوحدك العربية أو الموتوسيكل، مش هتقدر تاخد حد وراك على الموتوسيكل أو معاك في العربية الميني كار دهيت إلا لما يكون سنك ديتش أوتو
أنج. تمام كده؟ طبعا الحصول على الرخصة أم برافيري لاباتنتا أم أيضا لابد إنك بزونيا فيري سوبراري ونتزامي دي توريا ونتزامي دي جويدا. يبقى هنا للحصول على ترخيص أم مفروض من حضرتك تنجح في امتحان الكمبيوتر وتنجح ايضا في امتحان السواي. يبقى في عندك امتحان اتنين توريا وجويدا لابد انك تنجح فيهم. وطبعا هنا التوريا عندي هنا 30 سؤال 20 دقيقة 3 غلطات بالنسبة للاي ام. بعد كده نبدأ الدرجات اللي بعد كده تخش في 40 سؤال واربع غلطات و30 دقيقة. ندخل على نوع اخر من التراخيص اللي معانا ونشوف النوع الثاني من انواع التراخيص اونو. الترخيص او الباتنتا اونو رخصه القياده من النوع اونو. مع بعض كده ندخل ونشوفها وبرضه هنحاول بقدر الامكان نبسط لك الفكره. اونو اقدر اسوق ايه بباتنتا اونو؟ طبعا هنا كل باتنتا اونو كوزا سي بو جويداري. قلنا هنشوف المركبات لازم أن تكون المركبه او العربيه مطابقه للترخيص اللي معاك. ما نقدرش نركب عربيه من غير لما تكون مطابقه للترخيص اللي معايا. اقدر اسوق نمره واحد التريت شيكلي، التريت شيكلي موتوري. تريت شيكلي موتوري اقدر اسوق التريت شيكلي موتوري دي بوتنسا نون سوبريوري كوين ديتشي كيلو وات. اهو ادي التريت شيكلي موتوري اهوت لغايه 15 كيلو ودراجة ثلاثية العجلات بمحرك سعة الموتور بتاعها لغاية 15 نون سوبريوري يعني فينا كوين ديتشي كيلو وتقدر تسوقها بالترخيص اللي هو اونو. تمام كده. اقدر اركب ايه تاني؟ ماكينة اجروكلي الاليات الزراعية. بس خد بالك ماكينة اجروكلي كي نون سوبراندو الليميتي دي ماسيمو دي سيجما دي موتو فيكولي. الآلية الزراعية اللي هي الحجم الصغير اللي هي الكتلة بتاعتها والبنية بتاعتها لا تتجاوز كتلة الدراجة النارية. الآليات الزراعية الصغيرة الحجم بتاعها اللي في حجم الدراجة النارية ده اللي انت تقدر تركبها، انما الاحجام الكبيرة لا. اقدر اركب ايه تاني؟ موتو تشيكلي. يبقى هنا قلنا نقدر نركب التريت شيكلو موتوري، نقدر نركب ايضا الموتو تشيكلي. موتو تشيكلي لغاية ايه؟ لغاية فينا تشينتو فينتي تشينكوي. يبقى هنا المحرك الشلندراتا فينا تشينتو فينتي تشينكو سنتيمتر كوبي. يبقى اقدر اركب الموتو تشيكلي كون شلندراتا فينا تشينتو فينتي تشينكو سنتيمتر كوبي. البوتنسا بتاعته ماسيمو لغايه 11 كيلو واط. اهي بوتنسا وانديتشي كيلو واط. تمام كده. روبورتاتا دي بوتنسا بيزو نون سوبريوري 0.1 كيلو واط في الكيلو جرام في الكيلو اون كيلو واط. يبقى الدرجه الناريه سعة 125 سنتيمتر كوبي وقوة قصوى للمحرك لا تتجاوز اونديتشي كيلو وات. يبقى الثلاث حاجات تريد شكله موتوري، اقدر اركب الاليات المكنة اجريكولي اللي هي الصغيرة الجرارات الزراعية الصغيرة اللي في نفس بنية الدراجة النارية، وكمان الموتوتشيكلي لغاية تشينتو فينتو تشينكو. تمام كده قوي. طيب بالنسبة للقائد السيارة بقى الكونديتشنت وضعه ايه؟ شروط الكونديتشنت المينيمو سي ديتشي ان. يبقى هنا لابد حضرتك عشان تحصل على الترخيص اونو لابد يكون عندك 16 سنة. سي بوسنو ترسبورتاري باساجيري سولو سي الكونديتشنت ديتش اوتو اني. يبقى هنا معاه الترخيص اونو لابد يكون عندك 16 سنه عشان تاخد معاك ركاب او يبقى معاك باساجيري معاك لابد يكون سنك يوصل ل 18 سنه. ده نمره واحد. نمره اثنين سيسكريبتا كولا كارتا شيركولاسيوني ديل فيكولي لا الكارتا تشيركولاسيون او الليبريتو بتاع المكنه المفروض يكون ايضا مكتوب فيه ان انت مسموح لك يكون معاك ركاب او تنقل معاك باساجير. يبقى 18 سنه وفي نفس الوقت الليبريتو بيسمح بذلك مكتوب فيه الكلام ده. يبقى بيرافيري لاباتينتا اونو. الا اونو
بيزونيا فاري اونا الالترا زامي براتيكا سو الموتو تشيكلي. يبقى عشان تطلع الا اونو هتعمل بس امتحان للسواقه، مش هتعمل اللي هي لو انت معاك طبعا الا ام، لو انا معايا الا ام وعايز اخد الا اونو بس هعمل امتحان على موتوسيكل اللي هو تشينتو فينتو تشينكو بس، مش هعمل بعد كده التورية. يبقى لاباتينتا دي كاتروجيا ا اونو ابيتاتا انكل اجويدا ديل فيكولو كي سي بوستونو كونتاري كل باتنتا قائم، يعني اللي معاه الا اونو يقدر يسوق ايضا كل العربيات اللي هي بتساق بالباتنتا ام. يبقى انا قلت كده الا اونو اعلى من الا ام، يبقى اقدر اسوق الحاجات اللي هي تبع الا اونو، وفي نفس الوقت ايضا نقدر نسوق العربيات اللي هي بتندرج تحت الا ام. يبقى الا اونو تسوق الا اونو وتسوق كمان الا ام. هقف لغايه هنا النهارده، وان شاء الله بكره هنكمل مع حضراتكم مع باتنتا ا دو. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم درس جديد من دروس الرخصه الايطاليه من الالف الى الياء. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.